السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيت أسمعكم حاجة جاتلي قبل هيبة ب5 ساعات. حبيت أسمعكم حاجة جاتلي قبل هيبة ب5 ساعات. أنا لا بقول لفاروق ولا بقول لغيره، أنا ما يهمنيش حد، بس أنا أقسمت وعزته وجلالته، أقسمت وعزته وجلالته. أنا يا فاروق سكت عليك مش عشان حاجة، احتراما لسنك، احتراما لنفسي، تمام؟ الناس اللي بتقعد تتكلم معاهم عليا من غير كلمة، ها، مع إني والدتي اللي كلمتك، ويوم ما سجلت لهم الفويس اللي انت بتقول سمعته لهم أو بتسمعه لهم، ده كان فيديو، شايفاك راجل محترم بتقدر وبتقول صدقة جارية. لما هتتكلم في الشرف والعرض انا كل اللي اقوله لك كلمة واحدة: فاتن طلعت كتمتك كتمة الكحك، طلعت كتمتك كتمة الكحك. انا لا بحب المشاكل ولا بحب الكلام، وعندي كتير، بس انا مش حابة اطلع بأي حاجة. ليه؟ انا ولادي محترمين ومعايا ولادي رجاله، فاهم؟ انت ما بتحترمش سنك، ده شغلتك، ده قضيتك، تمام؟ انا احترمتك لما ذكرت كلمه صدقه جاريه. والدتي تشهد على الكلام لما كلمتك وسجلت، وفي فيديو كنت بتصوره وبتطلعه كمان. لاجل الحظ امي لما غلطت وما قلتش منوعات حسناء، قلت يوميات حسناء، تمام؟ فبلاش غلط وبلاش هرتله وبلاش تاكل وتهري وتنكت في نفسك. يوم كلمت وقلت دي بريئة، انا بتكلم اهو بقول لك مين بقى بريء من مين، ويوم تاني اللي قلت عليه بريئة اكلت واختبت في عرضها، ويوم تاني قلت فلانة وفلانة وفلان. انت بتذكر اسماء ليه؟ انت بتذكر اسماء ليه؟ ايه حكمتك من الاسباب؟ وايه حكمتك من الكلام اللي بتهري وتنكت فيه؟ انا الاخر مرة احترمتك وبحترم نفسي، انا مش هاممني حد. الناس اللي جات من عندك تشتمني في الكومنتات عادي، دي ناس مريضة بتعبر عن نفسها وتربيتها. الناس اللي خدوا رقمي الله اعلم خدوه ازاي وجابوه، ممكن يجيبوه من لمحة. طبعا قبل كده رونا احمد طلعت وشهرت بالرقم عادي، مفيش مشكلة، وبتدخل لك في التعليقات وتقول لك ايه انا من جيش مين، وبتذكر مين، يعني هي مين، تمام؟ ومعايا سكرينات يا جماعة بكده. انا داخلة اقول كلمتين اتنين مالهمش تالي، التاقي الله، وعندي نفس الفيوسات اللي عندي هبة، وانا اللي كنت بصورها وبقول لها اطلعي، لا ما قلت لهاش اطلعي، هي طلعت علشان تقول لك خلاص بقى ما وصلتش التهديدات من برة. هبة انا ما شفتش منها حاجة وحش، ليه عايز تسوق سمعتها؟ ليه عايز تسوق سمعتها وهي متجوزة ومعاها 3 ولاد ازاي؟ ما انت رحت اسكندريه وشفت بيتها وقعدت وشفت عمتها وشفت بنتها. بالله عليك، هي متجوزه ومعاها 3 ولاد، يا شيخ راعي ربنا في بنتها المريضه، ده بنتها قاعده على كرسي، راعي ربنا، اتقي الله، اتقي الله يا اللي بتتكلم امبارح عن القبر وعذابه وكلامه. هو انت النهارده كنت مؤمن وامبارح كنت غير ذلك؟ انت راجل، لو راجل ساوي مش تتكلم في كده. انا عمري ما طلعت لك بفيديو الا شكرتك فيه وعندي، ويوم ما جيت بيتك ودخلت وكلمت فاتن وصورت معاها، راعي ربنا، ارحم ترحم، بلاش هاتك وعرض حد وسيرة حد، بلاش هاتك عرض وسيرة حد، راعي ربنا، راعي ربنا، فاهمني؟ انا ولادي ربنا يخليهم شباب زي الورد، فاهم يعني ايه؟ ومش هبص لواحد زي حضرتك، عشان انت اصلا في الاصل يوم ما ابص لك انت زي ابويا واحترمتك، تمام؟ انت بتتكلم على غلط وقله ادب، والله والله قسما بالله وحياه الصباح اللي على الصبح، انا لو فكرت ان انا اغلط وقله ادب عليك بقانون، وعارف يعني ايه قانون؟ دي نقطه. ان انت بتتكلم عن صوت وفيوسات وحوارات، انا مش هقول لك فيوسات ليه، لان انا ما كلمتكش في حاجه غلط، تمام؟ انما انت اتكلمت غلط مع مين، عندي استعداد اطلع لك غلطاتك حاجه حاجه، ولو انا عايز اعمل مشاهدات
زي ما انت بتقعد مع الجماعه بتوعك اللي بيقولوا بلاش نجيب لب ونقعد نقزقز كده مع مين؟ مع حضرتك ويتسلوا بيك. انا ممكن اجيب لك ناس وجايبين لي على الواتس عندي اللي يدينك ويخليك استغفر الله العظيم يا رب. المكان اللي بتتكلم عليه ده اللي هو اللي بتتكلم عليه ده هو اصلا مش هيقبلك ماشي. فرأي ربنا رأي ربنا ارحم ترحم رأي سنك دي رسالة مني ليك فاروق دي رسالة مني ليك. انت اتكلمت مع امي انا طلبت ان انت ترفع لي على المنتدى زي اي حد زي اي حد تمام. لما لقيتك راجل بتتكلم في غلط انا بعدت عنك بالادب. لكن لما الاقي الناس بيشتموا هبة وتقول لهم يلا اعملوا محتويات وترفع لهم المحتويات على المنتدى عندك لا. وخد بالك القنوات اللي طالعة كلها دلوقتي بتشتم وكله بيجي على الشتيمة كله بيجي على الشتيمة. لكن محتوى مطبخ زي اللي انا عاملاه لا. انت بتقول ركز في المحتوى قبل ما تطلب من الناس امر نفسك تأمرون بالناس بالبر وتنسون انفسكم. انت حضرتك بقى شغال ازاي؟ يوم ما رفعت لي فيديو كان ايه رد فعلي معاك؟ شكرتك وقلت لك امي كانت تعبانه ويا ريت ترفع لي الفيديو ده. حصل ولا لا؟ انت بقى بترفع ايه؟ بترفع في نصايب بتجيب الناس تتكلم بتتكلم في اهداك وتهتك عرضهم وتتكلم وتقول انا فين انا ليه انا هنا في اسكندرية بعمل ايه انا محترماك لاجل ام اصالة. ام اصالة انا كلمتها وقول لها وان قالت لك ام ابراهيم ست مش كويسة زي ما انت قلت انا موافقة يا جماعة. لكن انا بقول له راعي ربنا راعي ربنا انا اول مرة اطلع لك بفيديو اهو اول مرة اطلع لك بفيديو اهو وبلاش احطك في دماغي ماشي. لاني ست حرة ست حرة وكل اللي اتعامل معاك معظمهم اتعاملوا معايا. المطابخ اتعاملت معايا وعارفة يعني ايه حسناء عارفة يعني ايه مهيمة ماشي. انا امبارح ابني بيرد عليها من قناة كراكيب هيمة ماشي. لكن الناس اللي بتدخل من عندك وتقول كلمة مش كويسة بتيجي نتيجة كلامك اللي بتتكلم فيه. انا مش بلومهم بس هلومهم واقول لهم حاجة واحدة اسمعوا من الطرفين. طب انتوا سمعتوه اسمعوا من الطرفين سمعتوا ايه عني محتوايا ايه؟ انا كانت فيه في حساب بيدخل باسم رونا احمد وما زال موجود عندي في التعليقات بتشتمني وبتقولي الفلاح الفلاح. انا راضية ان انا اكون فلاح. انت بقى بتتكلم وبتقولي اسكندرية ومالها اسكندرية وناس داخلين بيغنوا بيطبلوا ويقولك هبة مش من اسكندرية من اسكندرية ومعايا وعملنا فلوج انا وهي نزلت لك فيديو وبتقولك التهديدات وصلت كمان من خارج مصر. التهديدات اللي بتتكلم عليها ديت انا وصلت لي رسائل على الفويس على الواتس عادي خالص مش في دماغي يعني. وبعت لي واحدة بتكلمني مرة واتنين انت راجل فاضي انت راجل فاضي انا بقولك احترم سنك انت راجل فاضي. انا مش عايز اقولك كلمة زي ما انت بتتكلم لان انا مش زيك. انا متربية انا ابويا مربيني ابويا اللي كلمك مربيني وانا بحترم نفسي وبحترم ولادي وبحترم القناة اللي هي مصدر رزق لي. يا ريت انت تحترم ان انت ربنا كرمك بشيء احمل حسابك عليه. لما تعرف ان انت مش هتفتح او هتقفل القناة انت بتتكلم مع الناس على ايه؟ بتسلط الناس عشان ايه؟ بتسلط كل ده عشان انا قلت لك انا مش هنزل فيديو. انا يا عم ما بتجوزش انا عم ما بتجوزش انا ست في حالي. وكل اللي بترفع لهم على المنتدى عارفين وواثقين يعني ايه منوعات حسناء يعني ايه مهيمة يعني ايه ام ابراهيم يعني ايه الست دي. لما رحت وقعتني مع الفارس وقلت له حسناء بتقول انت خدت فلوس وما عملتش بيها حاجة عرفت ان انت كذاب واتصل بيك فاهم اتصل بيك. انا لحد دلوقتي ساكته عشان خاطر الاستاذ محمد الفارس ما عملش معايا حاجه وحش ما شفتش منه حاجه وحش. انا ساكته عليك علشان خاطر محمد الفارس وساكته على شبتك وعلى عمرك وعلى سنك بس راعي ربنا. بس انا هقول لك حاجه من لام تلام انت طلعت واتكلمت على فاتن ارذل واردأ الكلام ويا طلعت كتمتك وقالت يا جماعه اي كلمه فاروق بيتكلم عليها عن اي ست
ما صدقهوش. هو اتكلم على مراته، اتكلم على بيته، اتكلم على عرضه. انا ماليش دعوه غير بالكلمتين دول، وقلت ان احنا خاطفين انا وهي، انا وهبه. يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله. والناس اللي بتكتب في الكومنتات هبه مش من اسكندريه، انت مش وقت اسكندريه وقعدت؟ يا بتتكلم على ايه؟ خدت منك 300 جنيه عشان بنتها تعبانه، مش كنت هتتجوزها؟ خدت منك 300 جنيه، انتوا واخدين مني 500 جنيه، يا اما تخصمهم من 300 من ال 500، يا اما انا اللي ابعت لك ال 300 جنيه وينوبني ثواب. ده بنتها قاعده على كرسي. اتقي الله، اتقي الله. الاخره اللي انت بتتكلم عليها اعمل بيها. من لام اتلام، من لام اتلام. انت بتغني وبتقول مشاهدات، مشاهدات ايه؟ مشاهدات ايه اللي بتيجي عن طريقك دي؟ مشاهدات ايه بتيجي من الناس اللي بتخش تتكلم معاك وتتكلم عليك على الناس؟ يا شيخة راعوا ربنا، راعوا ربنا، والرزق على الله. احنا عملنا قناة عشان ربنا يرزقنا. هي بتقولك ان هي كانت هتبقى مراتك وما حصلش نصيب، مالك بقى هتموت ليه؟ مالك هتموت ليه؟ ما تراعي ربنا وترحم. مش عايز ترحم يبقى تسكت، لكن مش كل يوم تطلع لي بس والناس تكلمني وتقولي بتجيب سيرتك يا حسناء، وندخل البث عليك ونشوف الدنيا، وبعد كده تعمل لنا ايه البث؟ الناس يكلموك، الناس يكلموك، وبعد ما الناس يكلموك تشيل البث. اتنين ظباط كانوا معاك امبارح يا فاروق، اتنين ظباط كانوا معاك، والدكتورة هنا كانت معاك امبارح. فوالله العظيم تلاتة اقسمت لك بالله، انا اللي بقولك ان ما احترمتش نفسك وسنك وبعدت عني انا وهبة وما تجيبش سيرتي خالص، لا انا ذنب، 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 بقولها لك اهو، ذنب لسانك اللي هو طالع عليك ده، اللي متسلط عليك ده، انا اللي هقف قصادك، هقف قصادك بالادب والقانون، الادب والقانون. وخد بالك ذنب فاتن، ظلمه بريئه ماليش فيه، هبه وحسناء والله العظيم وناس تانيين ومعايا، ومش هقول لك مش معايا، وكل بساتك اللي انت بتشيلها من على اليوتيوب احنا واخدينها سكرينات. فراعي ربنا، ويا ريت تراعي سنك وتراعي شيبتك اللي سبختها وتراعي كتمتك، كتمة الكحك من فاتن، وتسكت شوية، تسكت شوية، عشان انا خلاص يعني بالبلدي كده انا احترمت نفسي علشان انا محترم، لكن انت هتهيص وتزيط في الزيطة وتطبلي، والناس اللي معاك اللي بيحبوك زي ما انت بتقول لا. راعي ربنا بقى، وانت في ايه؟ محدش عارف يوقفك؟ انا سكت عشان خاطر الاستاذ محمد الفارس. حاليا دلوقتي هتقول لي بقى بتتكلمي ليه؟ خلاص، خلاص خدت الاوكي دلوقتي، وبدل خدت الاوكي انا سكت عليك 10 ايام مش اسبوع، 10 ايام وانت قاعد تهرتل وتغلط وتخبط وتعيد وتزيد، وصوتي جه عندك في الباس قسما بالله، واتصلت بيك واتصلت اخر مره بامه يا اصاله على كلام ابني. راعي ربنا وراعي نفسك علشان انت راجل كبير، عيب لما تتمرمط على سنك دلوقتي. راعي ان انت قاعد وبتقول ان انت قاعد في البيت، ها مش فاضل قاعد تتكلم على كل الناس. راعي ربنا ومش عايز يحصل فيك ده كله. لا انا اللي بقول لك راعي ربنا. الفيوسات اللي انت مهببها لنا دي والناس اللي بتكلمنا دي او الناس اللي بالمعنى اللي الصريح زي ما هي بقى قالت تهديدات، انا اخويا مش فارقه معايا حاجه، انا مش هاممني حاجه، فاهم؟ وانا مستبيعه، انا مستبيعه بس بالادب بالقانون، واللي له حق ياخده. مستبيعه بحقي والله ما اسيبه، مستبيعه بروحي، مستبيعه بادبي واخلاقي وتربيتي، لكن اقسمت لك بالله وعزته وجلالته ان ما لميت نفسك ورعيت سنك ورعيت رعيت رعيت كمان مره بقولها لك اهو، انت شبتك انا بقى اللي هياخد معاك موقف وهيزعلك، وموقفي موقف قانوني، انا لا طالعه اشتم ولا طالعه اغلط. انت بتطلع كده وتلمي لي الناس دي حواليك وتقعد تخطب وتقول من منقي خيار. انا اللي بقول لك اهو راعي سنك، راعي سنك، فهمني؟ واقسمت لك وعزتي وجلالته، لا ذنب كل اللي اتكلمت عليها يخلص على ايدي انا، لان انا فاضية منك، فاهم؟ انا وانا ابني في بكالوريوس السنه دي، احنا ناس محترمين، انت بتتكلم على ناس تانيين احنا مش منهم، فهمت؟ واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة